السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي جبناكم سيارات اللي بضعتوها في التعليق. خوتي اللي خصتوا أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. خوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، برلينغو 2008، طاقة مازوت، المحرك 1.92 شوفو، كارت غريس صافية. خوتي السيارة عطاولو 130 مليون، موجودة في بجاية أغبو. قرروا البطاقة التقنية من خالتي قبل ما تعيطوا المولاه. رونو ماستر 2015، الطاقة مازوت، عطاولو 270 مليون، موجودة في وهران. قرأوا البطاقة التقنية من إخابتي قبل ما تعيطوا المولاه. جولف سيدي 6 جي تي دي لاني 2012، طاقة مازوط، المحرك 2.0 177 شوفو، ماشية 241 ألف، كاتيجري صافية. خابتي السيارة عطاولو 215 مليون، موجودة في غاليزان. قرروا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كونغو 2017، الطاقة مازوت، المحرك 1.6 شوفو، كارت غريس صافية. خاوتي السيارة عطاولو 276 مليون، موجودة في تيرت. قرروا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. جولف 2017، الطاقة مازوت، المحرك 2.0 143 شوفو، ماشية 173 ألف، كاتيجري صافية. سعر المولاه راه يقول 395 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في الجزائر. قرروا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو كوبرا 2019، المحرك 2.0 290 شوفو، ماشية 92 ألف، الوثائق بالطاقة الصفراء كارجون. سعر مولاها راه يقول 560 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في الوادي.
قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطون مولاه. ليو اف ار 2014 طاقة مازوطا محرك دوبو زيرو 143 شوفو ماشية 240 في كاتيجري الصافية سعر ملهرة قول 268 مليون بريفيكس. خوتي السيارة موجودة في أم البواغي. قرأوا البطاقة التقنية من خابتي قبل ما تعيطون مولاه.